كابتن وائل، عندك اكيد ما تقوله عن مباراه اليوم، اتفضل يا كابتن. انا كنت حاسس ان اللعيبه النهارده يعني بتلعب ماتش ترجي بكره، مش ماتش دوله ان هو قبل النهائي. يعني انا حاسس ان كان كل التركيز بكره ايه اللي هيحصل، او ازاي اوفر طاقتي، ازاي اطلع بسرعه بالماتش باقل خسائر. حتى شفنا كتير زي ما قلنا في قبل الماتش ما ابتدي ان احنا كان سلاحنا المفروض هنلعب عليه السيرف الجامد. كنا ملاحظين كتير ان قطب يوسف، حسام يوسف لما نزل، عبد الله في بعض الاحيان، صلاح، تاني كله لا، كله عاوز يحط الكره في الملعب اكتر من هو يهاجم ويجيب بونت، يسيبهم هم يلعبوا يغلطوا. فانا كنت شايف ان هو وارد طبعا يكون، يعني احنا في بعض الاحيان كتير كان المدربين في مع فرق افريقيه بالذات يقول انا بس احط الكره في الملعب الارسال وسيبهم يغلطوا، فده وارد برضه يكون توجيه. بس انا كان احساسي كده، احساسي ان اللعيبه لا يعني بتوفر طاقه عشان بكره. زي ما برضه اتكلمنا في الاستوديو التحليلي قبل الماتش ان كان متوقع ان هيحصل تغيير في الحدود اللي احنا قلناها. يمكن كابتن محمد مصطفى استخدم الكلام ده في الشوط الاولاني، شفنا تغيير عبد الله وصلاح في النقطه ال20، شفنا نزل جارث يمكن اول مره نشوفه على ارسال مكان لاعب ثلاثه، لكن بعد كده التغييرات كانت محدوده قوي. يعني برضه انا دي برضه حاسس ان كابتن ميدو برضه دماغه في بكره، برضه عمال يحاسبها كتير كتير زياده عن اللزوم. في بعض الاحيان بتبقى محتاج تسيب الفرقه تاخد طريقها يعني. بس كان يعني ربنا يعني يكون في عونه طبعا، واتمنى يكون حساباته ان شاء الله موفقه ونشوف بكره طريقه مختلفه، لان بس بكره ماتش مختلف تماما. يعني من ضمن يعني الحاجه اللي احنا برضو يعني محتاجين يعني نعرفها، يعني يمكن ارسالاتنا النهارده اللي خدنا بيها نقط مباشره كانت قليله. بتهيألي الارسالات دي ما فيهاش اجهاد، ما فيهاش حاجه، دي يمكن تدريب او احساس بالملعب او ما اعرفش. طب يعني ترجع ده لايه؟ على فكره انا كنت اقول لك كده لو الماتشات اللي قبل كده ما كانتش نسبها واضحه. لا، احنا الماتشات اللي قبل كده كان في ريتم ماشي، في ريتم كويس. فالنهارده انا تصوري، وقد يكون يعني صح او غلط، لكن انا تصوري ان النهارده كل التركيز في بكره، فبالتالي اللعيب مش مركز قوي في القوه، في التوجيه، هو بيحط الكره في الملعب ومستني رد فعل الفرقه الثانيه. وفي جميع الاحوال كان الماتش مساعدنا برضو. يعني الفرقه كان عندها مزايا كويسه، عندها قوه، لكن واضح ان الولاد في منهم جزء كبير ولاد صغيرين عندهم قوه مفرطه، لكن بيغلطوا في اوقات مهمه كتيره. انت سايبهم يغلطوا، فشخصيه الاهلي كانت سايده في الماتش شويه، فاللعيبه شايفه كان كده، كسابه الماتش يروح والنتيجه جايه كده كده. فانا ده تحليلي الوحيد للشكل دوت، لكن بكره طبعا الموضوع هيبقى مختلف تماما.